الدكتور هيثم الحاج الحقيقي قدموا لنا كافة التسهيلات. أيضا لا يفوتني تقديم الشكر لزملائي في الملحقية الثقافية، رؤساء اللجان ومساعديهم وأعضاء الفرق، حقيقة قدموا عمل كبير وجهد مكثف لإقامة هذا الجناح. طبعا الفعاليات في جمهورية مصر العربية من واجب المملكة العربية السعودية المساهمة والمشاركة فيها ونجاحها. الحقيقة ننقل الصورة الحقيقية الثقافية المتطورة للمملكة العربية السعودية من خلال توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين. الحقيقة المملكة العربية السعودية تاريخ عريق وثقافة متطورة، ولدينا الحمد لله واجهة ثقافية جميلة، ولدينا مبدعين إن شاء الله سنقوم بنقل تجاربهم بإذن الله. الحقيقة المملكة العربية السعودية السنة دي في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة 49، عاملة فعاليات كتيرة جدا وأنشطة كتير جدا. في صالون ثقافي عندنا يومي بنستضيف فيه أدباء وأديبات، بيبقى يوميا الحقيقة فعال، في مجموعة من الفي آي بي يوميا المفروض أن هي تزور الجناح. بالنسبة للأنشطة الأخرى عندنا ركن الطفل مجهز تماما بكل حاجة للطفل وكل ما تخص الطفل، يعني كل أسرة بتيجي الطفل ممكن هي تتجول في المعرض وتسيب الطفل في الركن. في شنط مدرسية كاملة موجودة فيها كل حاجة تخص الطفل. في عندنا برضو فلكلور شعبي، ده من ضمن الفعاليات اللي احنا بنجيبها، جايبين امرأة مسنة كبيرة في السن المفروض ان هي بتقدم ثقافة الأكل الشعبي السعودي. يكون هناك محاضرات عن ذكرى البيعة السعودية وكذلك متنوعة عن التراث السعودي، وستكون هناك أيضا ندوة متخصصة عن العمل التطوعي يقدمها الأستاذ أحمد العلولة، بالإضافة إلى مشاركات متنوعة من التراث والأدب والثقافة داخل الجناح السعودي من خلال الصالون الثقافي أو من خلال المسرح المعد في الجناح السعودي. لا شك بأن المشاركة السعودية هذا العام في معرض القاهرة الدولي على طريق جناح المملكة السعودية سيكون متنوعة ومتعددة، سيكون هناك مشاركة في معرض الكتاب، ستكون هناك ندوات ثقافية، ستكون هناك مشاركة على مسرح الجناح، ستكون هناك توقيع منصة توقيع الكتب، سيكون هناك أيضا مناشط ثقافية متعددة من خلال أمسيات وندوات ثقافية للمثقفين السعوديين. ستكون هناك مشاركة سعودية عن طريق برضو مشاركة 5 كاتبات سعوديات بتوقيع الكتب والحديث عن كتبهم التي ألفوها. ستكون هناك مشاركة كبيرة للمثقفين السعوديين عن طريق الأستاذ حمد القاضي الذي سيكون له ندوة كبيرة جدا، مجمع اللغة العربية عن طريق مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية. سيكون هناك مشاركة متنوعة إن شاء الله في المعرض ستضفي نوع من الجمال والتقدم.